أنا اسمي محمد سعيد مبارك الكعبي، عمري 8 سنين بصف الثالث. هواياتي لعب كرة القدم. أنا جاي اليوم أطبخ مع شيف حصة طبق المكرونة الوردية. صوص الأحمر وصوص البيض. بدوني يا محمد بدوني. هيا أخبرني، ما هو الطبق اليوم؟ باستا الوردية. باستا الوردية، يا سلام، تبدو شهية جدا. أخبرني ما هي مكوناتها إذن؟ صوص الأحمر، صوص الأبيض، ودجاج، مكرونة، وروزميري، الموزاريلا، والبقدونس. يا سلام، يبدو أنها شهية جداً، أليس كذلك؟ نعم. حسناً، وماذا وضعت هنا في هذا الوعاء؟ هنا صوص الأحمر وصوص الأبيض. طبعاً صوص الأحمر هو صوص الطماطم، وصوص الأبيض هو الكريمة، أليس كذلك؟ نعم. حسناً، وماذا ستضع الآن؟ سوف الحين أحط الدجاج. حسناً، يا سلام، دجاج مع صوص الطماطم والكريمة، يا سلام، تبدو شهية. يا سلام، أخبرني هل تحب الطبخ؟ نعم. يا سلام، هل تساعد أمك في المطبخ؟ نعم. حقاً، ماذا تفعل معها؟ كيف تساعدها؟ أطبخ معها. يعني تقوم بتحضير السفرة مثلاً؟ نعم. والعصائر؟ يا سلام، أحسنت يا محمد، أحسنت. ولكني سمعت أنك تحب كرة القدم كثيراً، أليس كذلك؟ نعم. هيا أخبرني، هل أنت من المهاجمين أم من الدفاع أم حارس مرمى؟ المهاجمين. المهاجمين، يعني تضرب الأهداف، أليس كذلك؟ نعم. يا سلام، ومسجل بنادي طبعاً أنت، يعني أنت محترف، أليس كذلك؟ يعني أنت بأي نادي؟ من نادي التحيل. إذن تشجع فريق التحيل، أليس كذلك؟ نعم. رأيتم، حصة ذكية. يا سلام. حسناً، وبعد أن وضعت الدجاج ماذا ستفعل؟ المكرونة اللي أنا وماما سويناه. يا سلام، قمت بسلقها مع الوالدة، أليس كذلك؟ نعم، لأن أنت تأخرتي. أنا تأخرت؟ يعني أنا تأخرت فقام بسلقها مع والدته. يلا، من الأفضل في هذه الأشياء أن تساعدنا أمنا. حسناً، يلا أخلطهم، أخلط 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 أخلط. يا سلام، أخلط. أيدا، أنت قوي، أحسنت. حسناً يا محمد، وبعد أن وضعنا المعكرونة ماذا سنفعل؟ روزماري، القليل من الروزماري. صحيح، يا سلام، مثل المطاعم تضع هكذا هكذا. يا سلام يا سلام. حسناً، والآن تشيز. ضع كل الصحن. أحسنت، أيوة، أنت قوي يا محمد، رائع. والآن نخلط، أليس كذلك؟ نعم. يلا، يا سلام، هيا أخلط يا محمد، أخلط 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 أخلط. يا سلام، رائع. الحين بنزين البوستة. يا سلام، هذه أجمل مرحلة لدي. هيا، ماذا ستضع للتزيين؟ البقدونس. البقدونس، هيا. يا سلام، اللون يعني برتقالي مع شوية خضار، رائع، أنت فنان يا محمد، فنان. يا سلام،
ضعها بالنصف بالنصف. شجرة من البقدونس. يا السلام. أها حسنا يا محمد، ضع القليل من جبنة البرمزان. هيا يا عيني يا محمد، يعني أنت محترف بالرش، يعني كأنك يعني صاحب مطاعم، أليس كذلك؟ نعم. يا سلام، أرأيتم يا أصدقائي، المعكرونة الوردية سهلة جدا ويمكن تطبيقها من مطبخكم. حسنا يا أصدقائي، نراكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. وإلى اللقاء. هيا لنأكل، هيا هيا. هل لدي صحن؟ أين صحني؟ أين صحني يا محمد؟ هيا.